تبادلت بروكسل ولندن إلقاء المسؤولية الواحدة على الأخرى في عرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن بريكزيت، ودعت كل منهما الأخرى إلى بذل جهد إضافي لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 من الشهر الجاري. زعماء أوروبيون يرحبون باقتراح الرئيس البريطاني الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية تعرب عن نيتها بذل قصارى جهدها لضمان تطبيق البريكزيت بشكل منظم. كما وذكرت المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة هي التي ستغادر الاتحاد الأوروبي وليس العكس، وهذا بعدما اقترح جونسون أمس على الاتحاد الأوروبي تقديم تنازل بهدف التوصل إلى حل نهائي بشأن قضية بريكزيت. كما قلنا، هناك نقاط إشكالية في اقتراح المملكة المتحدة، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل، لكن هذا العمل يجب أن تقوم به المملكة المتحدة وليس العكس. نود أن نذكركم بأن المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي وليس الاتحاد الأوروبي يغادر المملكة المتحدة، ونبذل قصارى جهدنا لضمان أن يكون الخروج على أساس منتظم. وكان جونسون قد قدم اقتراحه للمفوضية الأوروبية بشأن البريكزيت على أنه الفرصة الأخيرة للحصول على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أكدت مرارا وتكرارا، لا يمكن أن يكون هناك طريق للتواصل إلى صفقة إلا بإعادة فتح اتفاقية الانسحاب واستبدال ما يسمى بالدعم الخلفي. بينما أقف هنا اليوم، نحن بعيدون عن قرار ما يرجع الفضل في ذلك إلى أصدقائنا الأوروبيين الذين قبلوا الحاجة إلى معالجة هذه القضايا. وكان الوزير البريطاني لشؤون بريكزيت قد قال بأنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن يكون هناك خروج سلس ومنظم لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحول هذا الملف انضم إلينا من لندن الصحفي المختص بالشأن البريطاني يوسف الحلو عبر خدمة سكايب. يعني أستاذ يوسف، البرلمان الأوروبي يرفض خطة جونسون والأزمة تستمر وتتفاقم، إذن ماذا بعد ذلك؟ نعم، بالأمس قدم جونسون خطته النهائية للخروج، وقال أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلحلح موقفه ويقدم تنازلات بخصوص قضية الحدود الإيرلندية. وحذر جونسون، الغريب في الموضوع أنه مصر على رأيه، وحذر الاتحاد الأوروبي من عدم قبول عرضه الذي اعتبره سخي وفيه تنازل، لأن البديل حد على حد وصفه سيكون خروج صعب بدون اتفاق. جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي اعتبرت خطة جونسون بأنه عبارة عن إعادة لتجميع الأفكار السيئة التي تم طرحها في الماضي والتي أدت بتريزا مي بأن تستقيل. رئيس المجلس الأوروبي دونالد تسك وجه رسالة لجونسون بأن الاتحاد لا يزال منفتحا على قبول خطط جديدة أكثر واقعية. يعني الآن هناك اتهام متبادل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكل طرف يلقي اللوم على الآخر. نعم، يعني نرى الاتهامات تتبادل بين لندن وبين بروكسل، هل هذا يعني أن ربما الفرصة الأخيرة قد ضاعت من أجل التوصل إلى اتفاق؟ هذا ما قاله جونسون، قال أنه أن خطته بالأمس كانت النهائية وأنه غير مستعد أن يناقش مواضيع جديدة، والاتحاد الأوروبي قال بأنه من المرجح أن يتم رفض الخطة لأنها لم تلقي الضوء وتجلب حلولا للشبكة الأمان المعقدة، وهي نقطة الشائكة التي لا تزال تعتبر عقبة دون التوصل إلى خروج مرضي بين لندن وبروكسل لأكثر من 3 سنوات، وهذه العقبة هي المشكلة. الاتحاد الأوروبي يريد أن يجبر بريطانيا أن تبقى في السوق الأوروبية الجمركية الموحدة، وإلا فالبديل هو أن تكون هناك حدود صلبة بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا التابعة للاتحاد. جونسون قال أنه في مقترحه بالأمس أنه قدم تنازلا. إن سألتني ما هو التنازل، نعم، هو أنه لا مانع لديه أن تكون مقاطعة إيرلندا الشمالية تتبع لقوانين سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، شريطة أيضا أن تكون ضمن وحدة جمركية مع بقية أراضي بريطانيا. وكان شرطه بالأمس أنه لا يجب أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالضغط على جمهورية إيرلندا
إنشاء حدود بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا الجنوبية حتى لا تنتهك ما أسماه اتفاقية الجمعة العظيمة التي أنهت عقودا من الصراع الدموي بين البروتستانت الموالين للتاج البريطاني والكاثوليك الموالين لإيرلندا موحدة. الجديد أن جونسون الآن أو بالأمس قال أنه يعتزم تعليق البرلمان لمدة أسبوع آخر اعتبارا من 8 أكتوبر الحالي قبل خطاب الملكة إليزابيث الثانية والذي تقر فيه السياسات العامة. فكرة التمديد، الغريب أنه يعرف أن المحكمة العليا رفضت التمديد الأول رفضت تعليق البرلمان الأول لمدة 5 أسابيع، ولكنه أصر بالأمس وقال أنه ينوي تعليق البرلمان مرة أخرى. فيعني الأمر بصراحة شائك، ويبدو أن الأمور ستتصاعد بين الاتحاد وبريطانيا. نعم، الصحفي يوسف الحلو كنت معنا عبر خدمة سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.